المدربين العام في نادي السالميه الاخ عثمان الدوسري بخصوص حكم نهائي لمساعد ندعي. يقول الخبر: تم تداول خبر في وسائل الاعلام عن وجود حكم نهائي لصالح مساعد ندى حول موضوع مستحقاته الماليه خلال فتره مشاركته مع النادي. وطبعا وبات حيث الحكم وتم الطعن عليه بالتمييز، وحتى الان لم يتم تنفيذ الحكم من قبل اللاعب نفسه وعار عن الصحه كل ما تم تداوله من اللاعب وممثل القانوني الذي اوهم الناس ان نادي السالميه لم يسدد اي مبالغ للاعب، وهذا كذب وافتراء على النادي، والذي حضر امام المحكمه ولم ينكر ان هناك مبلغ متبقي من العقد. من كل ما سبق نستغرب ونستنكر ايضا من زج اسم رئيس الاتحاد بالموضوع، وهذا امر مؤسف يراد منا خلط الاوراق امام الجمهور الرياضي والمتابعين كافه، فنتمنى تحري الدقه وعدم الافتراء على حقوق النادي والالتزام بالمسار القانوني الذي تم اللجوء عليه لاخر درجه من درجات التقاضي. هذا كان خبر نشرناه احنا لاخونا عثمان الدوسري، طبعا من باب احنا نعطي الراي والراي الاخر، وهذا واجبنا وحق علينا. طبعا سنترك المجال الان للاستاذ احمد ذعار محامي اللاعب مساعد ندى. استاذ احمد صبحك الله بالخير. يعني اعتقد كله محامين اليوم صرنا جمعية محامين. ما وراك ولا استاذ احمد، انت قريت اعتقد تصريح الاستاذ عثمان الدوسري امين السر في نادي السالميه، شنو تعليقك على هذا التصريح؟ صبحك الله بالخير ابو عبد العزيز. صبحك الله بالخير الاخوان اللي معك. انا قريت التقرير الان تصريح لنادي السالميه، لكن خليني اليوم اشكرك انت لاتاحه الفرصه وانك تبحث عن الحقيقه الكامله يعني. نعم. وهذا امر احييك عليه واحيي قناتك وبرنامجك. نعم. الامر المهم الان خليني اعقب وابدا من النهايه وساسرد لك الاحداث من البدايه وساجيب على بس اتمنى باختصار استاذ احمد لان ترى ما عندنا وقت. باختصار شديد باختصار. كانت هناك مداخله وكان هناك تحميل للمسؤوليه لرئيس الاتحاد، تحميل هذه المسؤوليه تجد سندها من القوانين والنظام الاساسي للاتحاد ايضا، فكانت هناك تحميله للمسؤوليه سميت او افهمت بانها مناشده. اليوم انت عرضت تصريح لنادي السالميه انه لم ينكر للمبالغ نادي السالميه في مستندات انا قدمتها للبرنامج، اتمنى ان يتم عرضها الان. كل المستندات اللي موجوده معك هي مستندات قدمت من نادي السالميه، يعني هذه المستندات تعود الى نادي السالميه قدمت امام النادي. شنو تقول هالمستندات؟ احنا بنشوفها على الهواء بس نبي انت تشرحها لنا او توضحها الان. نادي السالميه اتى امام المحكمه وهو يغالط الحقيقه اللي قالها امامك الان، يعني وهم كانوا يقولون ان نحن ندقق المشاعر ونغالط ولا نحترم عقول المتارقين، وهذا غير صحيح. لذلك اليوم تتضح الصوره امامك انه نادي السالميه حضر امام المحكمه وقرر بان اللاعب مساعد ندى هو من اخل بالتزاماته التعاقديه، وان اللاعب مساعد ندى هو من لا يستحق اي مبلغ ولا مستحق لديه النادي، وان مساعد ندى يعني هذا الان اللي امامك اللي انت عارضه الان هذا صحيح الطعم الاستئناف مقدمه من محامي نادي السالميه الزميل عامر الشكوري. هنا طلبات نادي السالميه امام محكمه الاستئناف بعدم اختصاص المحكمه وبرفض الدعوه لمخالفه المدعي وهو مساعد ندى لشروط العقد المبرم بين طرفي. هذه ايضا مذكره قدمت امام محكمه اول درجه بتاريخها موجود. هذه المذكرة أيضا ذات الطلبات، يعني الآن هذا الكلام قالوا أمام محكمة أول درجة وقالوا أمام محكمة الاستئناف. لذلك أمام المحكمة لم يطرح النادي أن هناك مستحقات لمساعد ندى. الكلام اللي قاعد يطلع اليوم يخالف ما دار أمام المحكمة. يعني إحنا حتى قبل المحكمة، خلينا نعود إلى قبل المحكمة، أنا شخصيا بعد أكثر من كتاب لنادي السالمية بأن هناك عقد مبرم ما بينكم وبين اللاعب مساعد ندى، وأنه ذمتكم المالية مشغولة بمستحقات ماليه للاعب مساعد ندى، مطالبات وديه قبل رفع الدعوه لم نجد تجاوب. الان هذه المسألة اللي انت عارفها هذا يثبت ان مساعد موجود، لانه امام المحكمه يقولون بان مساعد لا يتمرن، مساعد لم يلعب، وهذا حكم الاستئناف واضح فيه المبلغ، وهذا ايضا امر بتنفيذ الحكم موجه الى نادي السالميه. الان هذه كل المستندات لا تعود لاحمد العاب، وانما هي مستندات محكمه وورق لنادي السالميه، هو الذي قام بتقديم هذا الورق الان، ما هو مكتوب من نادي وانا اتحمل مسؤوليته، وهذا موجود بملف الدعوه. يعني هذا الورق اللي عندك موجود في ملف القضيه، هذا كلام نادي السالميه امام المحكمه. لما يطلع نادي السالميه اليوم، وهذا انا عتبي على نادي السالميه وممثلين نادي السالميه، انهم امرين قلبوا الحقيقه في امرين. الامر الاول انهم اسموا تحميل المسؤوليه مناشده. يعني هي لم تكن مناشده، والزج باحمد اليوسف رئيس الاتحاد بصرف النظر عن شخصي واحترامي لشخصي، لكن اليوم رئيس الاتحاد في اي بلد وفي اي رياضه وفي اي مجال، وانت اخي عبد العزيز مراقب للرياضه جيد وملم اكثر مني بالرياضه، دوره اليوم ان يبحث عن حل الخلافات، هو من يبادر
الى اراحه، لان موضوع الرياضه اليوم ما هي منشات واموال ولا هي مساله تجاريه، موضوع الرياضه هي اللاعب، هي الشباب. لذلك هذه الكلمات الان اللي اقولها لك ان الشباب والرياضه، هذه كلمات مستوحاه من توصيات من سمو الامير. سمو الامير حفظه الله دائما ما يردد بان الشباب هو جيل المستقبل، بان شباب الكويت هو الامل، هم الامل الواحد. لذلك اليوم احنا نتكلم عن محور الرياضه وموضوع الرياضه ومن هو المعني في امر الرياضه، هو اللاعب ذاته. كل هذا حدث، ثم عندما قلنا نطالب رئيس الاتحاد وان نحمله المسؤوليه بان يتدخل، رئيس الاتحاد خرج في لقاء وعقب وقال انه انا عرضت، وانا هنا اطرح تساؤل، قال اني انا عرضت على مساعد ندى وبعثت له محامي، وهذا كلام غير صحيح، لكن له عليه رد، يعني انه انا بعثت محامي. لا لا لا، كلام الشيخ احمد اليوسف غير صحيح، غير صحيح اطلاقا، وانا اتحمل مسؤوليه الكلام هذا غير صحيح ايضا. انا الان اطرح تساؤل، لنفترض ان ذلك حصل، لنفترض ان ذلك حصل، ما هي صفة الشيخ؟ اسمح لنا استاذ احمد، يعني احنا ضعيف، لان ابو علي قال مو معقوله رئيس الاتحاد كل 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 كلمه يقولها وكل كل مره يقول كلام يطلع احد ينفي كلام الشيخ احمد اليوسف. هذا انا اعلم، هو ايضا حصل مع اخوه اخرين، ليس موضوع، حصل ايضا مع شخص خرج في تصويره وقال لكم انا ما تم اقناعي في امر معين، وهو الاخ المحترم عضو مجلس اداره النادي العربي، هذا امر نعم اخر. نعم، لذلك الحادثه تتكرر اليوم. انا اللي اقول لك عليه ما احمد الشيخ زين، على الاقل يمكن شفوي، مو قصده انه هل ممكن شفويا عشان عبد العزيز اليوم عشان يعني ما نظلم الشيخ احمد اليوسف اخوي احمد؟ لا 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 لا، ما حد يظلم احد اخوي عبد العزيز، لكن احنا اليوم دوله قانون، دوله مؤسسات. ما هي صفه الشيخ احمد اليوسف عنده في عام 2016 وفي عام 2015 عندما كان مساعد له؟ يعني ما هي الصفه ما بين يخاطب مساعد او مساعد يخاطب؟ هل هو رئيس نادي ساميه؟ هل هو رئيس الاتحاد؟ لذلك من غير المعقول ان تخاطب من لا يملك صفه. ما علاقة أحمد اليوسف في ذلك الوقت؟ وبدليل أننا لم نخاطب أحمد اليوسف إطلاقا. الآن بعد الإحكام نحن نحمل هرم الرياضة في الكويت، لا نجد أمامنا إلا رئيس الاتحاد. نخاطب من الآن؟ أنت رئيس الاتحاد بصفتك ومنصبك، أنت مسؤول عن الأندية وعن اللاعبين. أستاذ أحمد، الإخوان في نادي السالمية يقولون هذا حكم يعني غير 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 نهائي، في بعد شنو السيناء؟ ليش أخوي أحمد ليش ما تنفذ؟ ليش ما تنفذ الحين؟ احنا الحكم صدر في ثمان. للأمانة هذه رغبة للاعب مساعد ندى، وأنا أحييه على هذا الرقي، أنه كان يود يعني قبل أن يرفع الدعوة أن تكون الأمور تحل بأمر ودي، أيضا بعد صدور الأحكام وثبوت الحق بحكم محكمة أن تحل الأمور بشكل ودي بعيدا عن، يعني اليوم مو حلو في حق نادي سالمي أن أنا أحجز على باصاته ولا أحجز على النادي، يعني ولا أحجز على أرصدة النادي مهما كان، هذا منشأة، هذه منشأة تعنيني وتخص الكويت. يعني هذا الأمر جيد لمصلحة نادي سالمي؟ يعني استاذي ما عليه تحمل، استاذي اخوي احمد يعطيك العافيه، بس بس تقدر يعني تقدر تتخذ هذا الاجراء انك تحجز على ممتلكات نادي السالمي. احنا اجراءات بعد 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 عدم التجاوب في كتاب انت عرضته، لو ترجع له كتاب صادر القاضي التنفيذ موجب التنفيذ، احنا اخذنا الاجراءات الان وانا قلتها سابقا ان مساعد ندى شاء من شاء وابى من ابى سياخذ اموال، لانه حكم محكمه واجب النفاذ. وانا الان اطرح سؤال، الأحكام متى تكون واجبة النفاذ؟ أنتم إخواني وأكيد ملمين بالأمر هذا، وهذا أمر بديهي، يعني ألف باء في القانون نتكلم، يعني ليس أمرا تفصيليا. متى يكون الحكم واجب التنفيذ؟ متى؟ عندما يكون حكم استئناف، ولا كيف تحصلنا على أمر من قاضي التنفيذ بحكم الاستئناف؟ اليوم أنت الآن عرضت مستند من قاضي التنفيذ يأمر نادي سامي بتنفيذ الحكم. كم مدتها يعني كم السالمية في أسبوع لازم ينفذ بتنفيذ الحكم أو يقوم بتنفيذ الحكم ولا فترة معينة؟ هو لا، يعني انا خليني اكون صريح معكم مبارك، اليوم لا يملك نادي سالميه الا المماطله، لا يملك الا المماطله، لكن بنهايه ينفذ. بس استاذ احمد يعني وضح لنا هالجزئيه، البعض يرى بان بعد الاستئناف تمييز. نعم، الطعن بالتمييز اخوي عبد العزيز، انا ما ابي اوديك بالقانون لكن اسمح لي اشرح لك، الطعن بالتمييز هو طريق طعن غير عادي، والطعن بالتمييز هو طعن محكمة قانون تحاكم الحكم، هل الحكم طبق صحيح القانون أم لا تدخل في محكمة التمييز. يعني أقصد ما يقدرون نادي السالمية ينطرون لنهاية حكم التمييز؟ الآن أقول الحكم واجب النفاذ، حكم الاستئناف نهائي الآن، أنت الأحكام لا لا ما رديت على جوابي أستاذ، ما يقدرون ينطرون لين يطلع حكم التمييز؟ لا ما يقدر نادي السالمية ينتظر حكم التمييز، والآن هو عليه حكم واجب النفاذ، يجب أن يبادر بالتنفيذ. زين، والمماطلة اللي تقول حسب كلامك اللي تقول ما يملك السالمية للمماطلة، مماطلة لغاية متى؟
نعم ما يملك المرء الا لما لو من ياخذون الدوري. احنا اخذنا الاجراءات القانونيه، حجز المقبولات، حجز البنوك، حجز الارصده، الحجز التحفظ على الاموال التي تصدر من الهيئه العامه للرياضه للنادي السالميه بطل الدوري كامله. هذه الاجراءات اخذناها اخوي مبارك بعد، انت تتكلم الان على اربع يعني بعد اربع شهور اخذنا الاجراءات القانونيه. كانت هناك مراسلات وديه ان هناك حكم، نحن نخاطب نادي بالنهايه نخاطب منشاه تابع للكويت، كنا نعتقد انها ستستجيب اذا ما صدر حكم. انا الان كل تعقيب على الامر انه نادي السالميه الان انا اتعامل مع ناديين، نادي ينكر في المحكمه انه مساعد مخل بالالتزام العقديه، ونادي اليوم امامي يقول اننا لا ننكر. طالما انت لا تنكر ان هناك اموال وظهر المحامي في الاجراء وعقب علي وقال انني انا اضابط ودوري مساعد، وقال بالفم المليان لا انكر كمحامي ان مساعد له مستحقات. السؤال لماذا لا تدفع هذه المستحقات؟ طيب. لماذا نلجأ للمحكمة طالما هناك إقرار واعتراف وهو سيد الأدلة؟ لماذا لا يدفع النادي الآن؟ أوكي بس خلنا بس خلنا بتوضيح اخوي احمد. الان على قولتك ان السالميه ما يملك للمماطله، ليه متى يعني؟ احنا نتمنى احنا اليوم يعني في 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 القانون احنا عاميه صراحه، عامه الناس في القانون، احنا انتم قانونيين تعلمون السالميه يملك المماطله ليه متى؟ هذا واحد. اثنين، انا وصلني ان ملف التنفيذ متسكر او الحكم غير قابل للتنفيذ لان اغلاق تم اغلاق الملف. اشكال، هم عملوا اشكال في منازع التنفيذ. نعم اخوي مبارك، هم عملوا اشكال منازع التنفيذ، هذا الاشكال سيحكم برفضه، هو اجراء روتيني. الاشكال ما ياجل الموضوع او ما يوقف الحكم. هي المماطله التي اقصد انه هناك اشكال، هي المماطله التي اشكال الذي الى الاشكال هو اشكال في منازعه التنفيذ وليس في الموضوع، يعني المبالغ محكوم فيها ومنتهى امرها، لكن هم ينازعون في مساله التنفيذ ان التنفيذ قد يلحق ضرر بنادي السالميه. طيب لذلك نتكلم عن امكانيه التنفيذ، وهذا الامر يعني انا الان لما تقول لي اعطيك تاريخ، حاعطيك تاريخ انه مساعد في اول نوفمبر حينفذ الحكم، حيكون الاشكال منتهي وحينفذ الحكم. لكن السؤال الان الاخ مبارك مو هذا السؤال يطرح، السؤال يطرح نادي السالميه باقرار من محامي وباقرار من الممثل الان التصريح اللي حطيته ان هناك اموال لمساعد نادي لا ننكرها، طيب ما هو سبب عدم تنفيذ اعطاء اللاعب حقه؟ يمكن ما عندهم المبلغ، الميزانيه مو متوفره ابو اخوي احمد. نطرح عليهم لما ناخذ الدوري. طيب اذا 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 ما في اموال، طيب فنظره الى ميسر يطلع واحد منهم يقول ما اموال متوفره، وانا اوعدك وعد انه حنعطيهم المهله الى ان تتوفر الاموال، انا اوعدك وعد اني اوقف كل الاجراءات ولا اقبل ان يحصل اي امر لنادي السالميه باجراء تنفيذ جبري واوقفها، لكن يخرج احد منهم يقول نعم مساعد كانت لها اموال ومساعد نحن اخطانا في حقه وافتاتنا على حقوقه الماليه، وبالتالي اليوم المساله مو واقعه عند مساعد نادي. اليوم مثلا اللاعبين الناشئين اليوم لمن يراقب هذا الامر؟ يعني اليوم انت تتكلم خاطر لي اللي اعمارهم 16 سنه و17 سنه، اذا كانت الرياضه بهذا الشكل ولن اجني منها ربحا، اليوم انا امارس الرياضه حتى وانت تسعى الى ان تجعلها احتراف ومهنه للاعب،